وشكرا حسين عموتي على هذا الانجاز التاريخي بحد ذاته، هذا بالنسبه لنا مفتخرين بهذه الوصول الى النهائي، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وشكرا للصحافه المغربيه على هذا الحفاوه والاستقبال، والشعب المغربي الشقيق لاحظناه من بدايه البطوله مؤازرين ومشجعين المنتخب الاردني، ومبارك لاخواننا القطريين، الحمد لله ظل الكاس يعني فريق عربي، ونطالب سمو الامير علي الاستمرار مع حسين عموتي لهذه النقله النوعيه للمنتخب. انجاز اللي وصل له المنتخب الاردني، وما ننسى الفضل لعموته كمان لانه كان مدربهم رائع جدا، واحنا فخورين بالمنتخب الاردني. عموته والله انجز كمان، كذلك انه انجز، وصراحه تبقى الاردن تاج على كل اللي لعبوا بالنسبه للمباراه. طبعا اكيد انجاز هو كمان، يعني برضو عمل انجاز كتير قوي، فالفريق كان يعني صراحه معه احسن واحسن يعني، وفي تحسن برضو، ف يعني نتمنى ان شاء الله في المباريات الثانيه تكون يكون في عدل ويكون في انجاز ان شاء الله. ما تنسوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.